السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنقول؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة يا حبايبي هنتكلم على درس جديد وقصة جميلة وسهلة خالص. المطلوب مني في القصة يا حبايبي ان انا اركز فيها واعرف الكلمات اللي المستر بتقولها ايه، لان الكلمات دي يا سنقولة انا هحتاجها او انا بستخدمها، يعني موجودة في حياتي. تعالوا نعرف كده مع بعض. القصة بتاعتي النهاردة اسمها ايه؟ عندي القصة بتاعتي القصة المشتركة أوقات غالية. القصة بتاعتي اسمها ايه؟ أوقات غالية. تعالوا نعرف القصة بتقول ايه. استيقظ أحمد من النوم وتوجه إلى حجرة أمه وأبيه، فوجد أمه مستيقظة في الفراش ولكنها ترتجف. قلت لأمي: هل أنت مريضة؟ قالت أمي: نعم. قالت أمي: نعم. قلت: شفاك الله وعفاك يا أمي، أين أبي؟ قالت أمي: يجهز السيارة كي نذهب إلى المستشفى. اتصلت بالمستشفى فقالت لي الممرضة: إن الموعد بعد ساعة فأسرعوا. المستشفى مزدحم، وفي خلال هذا الوقت احرصوا على راحتها التامة، وأن ترتدي ملابس ثقيلة، وتتناول مشروبا ساخنا أيضا. أيقظت جدتي وقلت لها: جدتي، إن أمي مريضة في الفراش. قالت جدتي: سأعد لها الإفطار سريعا وسأحضر طعاما ومعه كوبا من الشاي الساخن أيضا. قلت وأنا سأقطف بعض أوراق النعناع من الحديقة لتضعيه في الشاي. ثم قلت: هيا نقم بمسؤوليتنا في أسرتنا كما تعودنا. أنا سأضع الملابس في الغسالة وأرتب اللعب في الصندوق. قالت أختي: وأنا أنظف السجاد بالمكنسة الكهربائية. قالت جدتي: وأنا سأطهو حساء الخضروات لتشربه أمكم عندما تعود. وبعد ساعة عاد أبي وأمي، وكانت أمي بصحة أفضل بعد أن تناولت الدواء. شكرت أمي كل أفراد الأسرة على حبهم وتعاونهم، فقلت: شكرا لك أيضا يا أمي لأنك علمتنا أن نتعاون وأن يحترم بعضنا بعضا. القصة بتاعتي يا سنة أولى بتتكلم عن ولد، وإن مامته كانت تعبانة وهو قام بمسؤوليته وواجبه اتجاههم. احنا عارفين يا سنة أولى إن احنا كبرنا، والمفروض إن احنا نسمع كلام بابا وماما، والمفروض إن احنا اللي تربينا عليه وتعلمناه المفروض إن احنا نطبقه في حياتنا، وإن احنا لازم نتعلم يكون عندنا مسؤولية اتجاه نفسنا واتجاه كمان أسرتنا، صح ولا لأ؟ يعني صديقنا الجميل ساعد مامته إن هو عمل إيه؟ نظف البيت ورتب الألعاب، وأخته نظفت السجاد، وجدته طهت الطعام، عدت الطعام لوالدته، ووالدته كمان بقت بصحة جيدة. وحتى مامته عملت إيه يا ولاد؟ مامته لما بقت كويسة شكرت كل الأسرة بتاعتها إن هم كانوا متعاونين وإن هم كانوا بيحبوها ووقفوا جنبها. وكمان الولد شكر والدته إن هي علمتهم إزاي يتعاونوا ويحترموا بعض ويحبوا بعض. أنا قرأت كلمات يا سنة أولى، وكان في كلمات من الكلمات اللي أنا قلتها دي قررتها كذا مرة. الكلمات دي اسمها الكلمات الشائعة. يعني إيه يا مس كلمات شائعة؟ كلمات شائعة يا حبايبي يعني كلمات أنا بستخدمها في حياتي، بستخدمها على طول، بقررها على طول. يعني مثلا استخدمت كلمات أيضا، استخدمت كلمات في. احنا عارفين في دي يا سنة أولى دي حرف من حروف الجر، وهناخدها بإذن الله مع بعض الترم التاني. عندي كمان حرف الواو،
عندي كمان كلمة قال، قال. لما سمعت قال أبي، قال دي مس بتجي مع المذكر مع الولد، خلينا فاكرين وناخد بالنا. قالت، قالت. يا مس، قالت دي فيها تاء، والتاء بتحب الكلمة المؤنثة، مؤنثة يا إما فيها تاء مربوطة يا إما يكون اسم مؤنث سواء اسم بنت. طيب زي يقول قالت أمي، قالت أمي، قالت. تعالوا نشوف الكلمة التانية اللي معايا، أمي. طبعا كلمة بستخدمها في حياتي على طول، أمي. تعالوا نشوف الأسئلة اللي معانا دي بتقول إيه؟ بيقول لي اختر الكلمة المشابهة مما بين القوسين. أول حاجة بيقول لي أمي، أمي، ألف ميم ياء. أنا عايزة أشوف الاختيارات اللي قدامي كلمة شبهها. عندي أبي، عندي أخي، عندي أمي. أمي تالت كلمة، يبقى أمي اخترت لها الكلمة اللي شبهها، تالت كلمة أمي. تاني حاجة أيضا، أيضا. عندي ثلاث كلمات، قال أيضا في، اخترت لها تاني كلمة أيضا. تعالوا نشوف بيقول لي إيه، صل الكلمة بما يناسبها. قالت، قال. العمود التاني بيقول إيه، أبي، أمي. أنا خدت يا سنة أولى، أنا لسه وأنا بقرأ الكلمات قلت لكم يا حبايبي إن قالت اللي آخرها تاء الحلوة دي بتيجي مع اسم مؤنث يعني اسم بنوتة، أو تيجي مع كلمة يكون آخرها تاء مربوطة. قالت، ينفع أقول قالت أبي؟ لا يا مس، دي قالت مؤنث وفيها تاء، هتيجي مع المؤنث. مين هنا المؤنث؟ أمي. هقول إيه؟ قالت أمي، زي ما إحنا شايفين قدامنا وموصلينها. قال، انا قلت قال بتيجي مع المذكر، المذكر اللي هو بيكون اسم ولد او كلمه ليست بها تاء مربوطه. اقول ايه، قال ابي، قال ابي، اخترنا قال لابي. وده كان درسنا النهارده يا حبايبي، بيتكلم عن قصه اوقات غاليه. اشوفكم في درس جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.